السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله اعزائي المشاهدين في حلقه اخرى من الموسم الثاني من برنامج اثمان، هذا البرنامج كما اعتدتم عليه يتناول قضايا الماليه الاسلاميه ويستضيف ثله من الخبراء واهل العلم في مجال الاقتصاد الاسلامي. اليوم حلقتنا هي استكمال الحلقه السابقه حول تاملات في ايات الربا. ولا شك أن الربا من أكبر الكبار التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وذكرت كذلك في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم باسمكم مرة أخرى نرحب ونجدد الترحيب بفضيلة الشيخ سالم القحطاني الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حياك الله شيخ الله حبيبه. وفرصة طيبة يعني تجدد معك اللقاء الله شكرا. الله. احنا وقفنا في الحلقة الماضية شيخ حول نظرة الإسلام للمال وجزاك الخير بينت ان يعني هذا المال يعني له حق وانه متعلق بحق الله تبارك وتعالى. بودي لو انطلق من هذا المفهوم ونبين كيف ان المال هل يجوز الانسان ويمكن هذا السؤال طرحناه في الحلقه الماضيه، هل يجوز للانسان يقول لك والله انا ابي اتلف المال؟ مالي وكيفي. زين حق الله تبارك وتعالى اني انا ما اتعامل بالربا، اني ادي الزكاه، إني... طيب حقي الخاص ماذا أعمل به؟ صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله للأمانة مهم جدا أن نتعرف على حقيقة ما مقاصد الإسلام في المال على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة نعم. يعني الفلوس وهي يعني من أهم ما ينبغي النقاش حوله يعني الفلوس لما نتكلم عن المال نتكلم عن العصب، ذكرت أنت في حلقة ماضية، دكتور، في الضروريات الخمس، خمس، ومنها المال، نعم، وشرعت شرائع كثيرة من أجل المال، صحيح، فأنا بنعرف يعني يا جماعة قولوا لي الإسلام شنو هي بالضبط بخصوص المال؟ أنا عندي مال، طيب كيف أتعامل وياه؟ الآن قاعد أشوف الغرب قاعد يتعامل مع المال بأنه هو الاله المعبود راسماليه بحته راسماليه نعم. الهدف هو المال والمال ثم المال نعم طيب الاسلام شنو موقفه فيها من هذا الامر؟ طبعا هناك تفصيل كبير لكن حاول نختصره في بعض الملامح الملامح حول موقف الاسلام او مقاصد نظره الاسلام من صاحب المال. اول شيء صاحب المال مؤتمن المال يعتبر امانه نفس ما جسمك عندك امانه انت تقول قبل شوي يا اخي فلوسي وكيفي واحد يقول طيب انا الان نفسي انا كيفي بروح انتحر يا اخي انت ايش ضركم يا اخي؟ يعني. ابى اروح انتحر وابدأ هذه نفسي وهذه روحي كيف. نفسي م. أنتش ايش دخلكم؟ م. م. يقول لا لا صبر هذه النفس اللي اعطاك الله جل وعلا امرك ان تحفظها كما قال جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان لكم رحيما ما يجوز. طيب وهذه في شيء فطري يعني في بعض الامور فطريه يعني انت الان حتى لو يجيك واحد يقول بذبح نفسي لكن فطرته قاعد تقول لا ما يصير. اذكر احد الاخوه يقول كان يشتغل باحث في مكتب الانماء. اي وفي مستشار نفسي يقول فاتصلت فيه واحده الو نعم انا بنتحر. فقالتِ انت وين الان بالضبط؟ قالت انا الحين قاعد اسوق السياره وماشيه 120 وراح انتحر الحين فقال شوفي اقرب صبه ودشي فيها طبعا الان <تصفيق> <تصفيق> بالنسبه لها صدمه شادي قلت تبيني اموت؟ طيب وانت انت تحريم هو طبعا هو يقول انا الان قاعد اعالجها في بالصدمه يعني <applause> فطرتها شيء والوسواس واللي قاعد يؤذيها شيء اخر نعم <applause> <applause> الخلاصه ان طبيعه النفس البشريه في حب المال شيء يحتاج ان يوجه ان ترى المال هذا امانه. يعني تتعامل معه بصوره انه راح يدخر لك او راح تنفقه بطريقه لما تحاسب يوم القيامه يكون باذن الله جل وعلا لك لا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى مثال أمام عائشه يعني باروع الامثله. يقول تقول عائشه رضي الله عنها جاءتنا ذبيحه فتصدقنا بها ولم يبقى إلا الكتف فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ذهبت ولم يبق إلا الكتف قال لا يا عائشة قولي بقيت ولم يذهب إلى الكتف الله شوف المثال شوف غير المفهوم إن اللي أنت قاعد تصدق فيه هو اللي يبقى عندك وهذه هذه يسمونها نظرية الوفرة نفس الكلاص الماي للنص النص الممتلى والنص شلون قاعد تقول ان وما انفقتم من شيء راح عليه ترى صح لا فان الله يخلف الله ترى هذا هو اللي باقي لك المثال الثاني في مساله ان هذا المال اللي انت بالنسبه لك يعني راح تحاسب عليه للاسف احنا قاعدين نشوف صور سيئه جدا يجيك واحد ياخذ فلوس يتلفها بطريقه عبيطه يجي واحد الصور منتشرة يعني ياخذ فلوس يعطيها أجلك الله البهائم تاكلها يا حارس شوف الترف يعني أو يجيب يعني تقول لي شنو موقف الإسلام منه هذا ما يحتاج موقف الإسلام منه هذا أشد من التبذير هذا ضيع الأمانة نعم يعني هذا ضيع أنت الآن الفلوس هذه عندك أمانة شلون تستخدمها فيما ينفعك شلون تستخدمها فيما يعني يعود على الأمة بالخير وبالمناسبة ترى الإسلام ما يدعو الى انك تكون فقير ابدا ولا يدعو انك تنفق كل ما عندك ابدا والدليل النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فينفق ينفق ماله كله فنهاه قال ينفق احدكم ماله ثم يتكفف الناس يروح يطلب الناس لا لا صحيح واستدل العلماء قوله جل وعلا مما مما رزقناهم ينفقون يعني من من للتبعيض من بعض ما ما عندهم مو ينفق كل اللي عنده طيب واحد يقول يا ابو عبد الله الله يرضى عليك يا اخي ابو بكر انفق اللي عنده، يقول لا ابو بكر عنده حرفه يستطيع ان يولد المال، يستطيع ان ياتي بالمال انفق اللي عنده في ذلك أبو, ابو ابو بكر رضي الله عنه تاجر تاجر يعني يستطيع ان إيه ياتي بمال بعد ما ينفق ما عنده، فالاسلام ابدا الاسلام يدعو للتوفير والكلام هذا لما يقول هل الانفاق انفاق طيب لكن ضروري ان نتعلم ادوات التوفير، ادوات الترشيد بالمال. الخلاصه ان هذا المال ينظر الاسلام له انه امانه تتعامل معه بصورة هو من مال الله رقم واحد اثنين تتعامل معه فيما لا يسقط الله ثلاثة تتصور أن ترى هذا راح يكون لك يوم القيامة أو عليك الله. أنا لما أسمع بعض الأخوة في هيئات الإفتاء ولما يجونهم ناس والله مواقف تزعل والله وأحيانا الله لما يجيهم ناس الأباء يجون أبنائهم يقولون يلا وزع علينا فلوسنا الحين. طيب حي شلون وزع عليك فلوس؟ يعني انا الان ورثوه حي ورثوه حي. طيب ايش دراك انت تموت قبل ابوك؟ شوف شوف لا لا هذا هذا حب يعني. المال التعلق بالمال حب المال ولذلك انا اقول اخواني التجار واصحاب الاموال دام منكم بحياتكم قدموا شيء ترى اذا متوا ما حد بالتجربه يعني في الا من الا رحم الله اموالك هذه ما تاخذها في قبرك وبالتالي أبداً القبر ابدا القبور كلها متساويه لا فرق بين غني وفقير ابدا و... وشنو اللي قدمته؟ يقول يقول صلى الله مالك اما ما قدمته ومال وارثك ما اخرته الله ما يعني بعدين راح ياخذ الوارث راح يتصدق فيه او يبعثره او الى اخره لكن انت بالنسبه لك فاتك انك تستثمر هذا المال الخلاصة أن الإسلام ينظر للمال بصورة آه أن أمانة رقم واحد اثنين أن ليس فقط مستوى أمان على مستوى الشخص حتى على مستوى الأمة اليوم أنا لما أكون مسؤول في مالي في الجمعيات التعاونية في المؤسسات الحكومية فأراعي هذا المال صيانة وصون المال حافظة مو من صادع الشعياله لا يا حبيبي لذلك <applause> من, من, الامور اللي ذكرت احنا دائما لما نقول لك المال المال الخاص المال الخاص وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد لكن ننسى حرمه المال العام صحيح لذلك يعتبر انه من غلول يعني بعض الفقهاء يعني يصورونه بهذا الاتجاه هذا ودائما المال مصان سواء ملكيه عامه او ملكيه خاصه صحيح. وما يخفى عليك ان الاقتصاد الاسلامي يراعي الملكيتين يعني وهذا الفرق بين النظام الاقتصادي الاسلامي وبين غيرها صحيح. من النظم شيخنا انا يعني بطلع معك فاصل قصير عشان راح ندخل معك الى محور جديد في ايات الربا اعزائي المشاهدين فاصل قصير لا تبقوا بعيدا خليكم معنا وراجعين حياكم الله اعزائي المشاهدين عدنا اليكم من جديد أه شيخنا يمكن تكلمنا عن موضوع ذو أه شجون حرمه المال وصيانه المال وصونه خصوصا يعني المال العام والمال الخاص ومكانه المال وللاسف احنا في زمن مشاهد يعني وما نبي نعمم لكن نشوف بعض الناس عندها استهانه بهذا المال صحيح. سواء المال العام او حتى مال غير بودي لو تعطينا يعني لفته او وقفه في حرمه المال خصوصا المال العام على مستوى المؤسسات عمر الله عنه اعطانا رائعه جدا. فقال انزلوني منزلة ولي اليتيم على مالي. الله تخيلوا الان انا كاني قاعد ادير اموال يتيم كيف كان راح اديرها؟ راح اديرها بامانه وب... ب... ب... وبحرص احترافيه ب... ب... بحرص مال ايتام وهذا الكلام ينقال على اي مسؤول ياتي يوم القيامه يقول الصحابه طبعا استغرب الصحابه شلون النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلول وأنه ياتي يوم القيامه فحصل قال يا رسول الله ولو بشيء يسير قال هذا يعذب في قبره بشمله اخذها من الغلول لم تقسم صحيح قال يا رسول الله يعني ترى في امور يسيره قال ولو عود من اراك تخيل شفت مسواك هذا مسواك لو تاخذه تاخذه حرام تعذب به وتحاسب عليه مشكلة المشكله شنو شيخ؟ المشكله بعض الناس عنده تفسير غريب يعني مساء قاعد عن تفسيرات الغريبه. يقول لك والله هذا حقي من المال العام. وبالتالي انا لما ناخذ نصيبه من نفط قصيبه من نفط وهذا تاصيل يعني ترى يعني شوف هذا للاسف ما بيقول شائع لكن هذا التفكير موجود ويعني اعتقد الشريعه الاسلاميه لها وقفه في هذا الجانب. في حديث يحسب المساله هذه بشكل واضح جدا. اللي هو حالة ذكر العلماء إذا فسد الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح أحيانا تشيع هي خربانة خربانة وقفت علي وقفت علي صح بعض الناس يقول الكلام هذا او يقول لك كل من يبوك يعني مم. يعني انت تستشرف علي ومسكتني يعني انا من جسمي وخليت اصحاب من الجسم. صح يعني صح على الكلام هذا صح احنا لما نعطي راي الاسلام راي الاسلام للكل مو للاحد دون احد صح ولا يعني ان نبرئ احد او نتهم احد نعطي الاسلام شو يقول صلى الله عليه وسلم اذا فسد الزمان تخيل الدنيا موليه خربان رايحه فاد الذي عليك واسال الله الذي لك الله ترى ما في ما في خربانه خربانه الامانه تبقى انت يوم القيامه راح تحاسب مو على ان الدنيا خربانه راح تحاسب على انك انت شنو خذيت شنو الامانه اللي اديتها شنو الامانه اللي ضيعتها ما راح ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه لا فلوس انفعته ولا سلطانه قدروا يدفعون عنه يوم القيامه. لذلك مهم جدا وانا الكلام هذا اوجهه لأنه راح تكون ثقافه عامه بالنسبه لنا كمسلمين. ان كل من يتحمل مسؤوليه لا يتاثر بما يشيع، مال عمك ما يهمك دام ان لك فرصه بحبحها الكلام وهذا بعض يا اخي اذا صرت مسؤول يسر الامور قول اذا بشركتك خذ راحتك الله يهنيك اعطي اجازات على كيف كيفك مال خاص، على مم. كيفك شركتك لكن مال عام انت مؤتمن وفي رد بس على المال العام بعض الناس لما يقول لك والله يرد علي بس انا يوم القيامه الله تبارك وتعالى وكلهم وكلهم اتيه يوم القيامه فردا وبالتالي الله بيحاسب البشر كلهم فراده صحيح وما لا تقول والله انا غير لا لا الكل راح يعني يتحاسب مو تقول والله مثلا اكثروا اللصوص والحراميه يعني لا لا انت تقعد تتعامل مع رب الارباب سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامه وبالتالي هذه النظره بس يعني انا حالي حال الناس لا لا يشملك العذاب ان كان هناك عذاب يعني ينزل عليك من لذلك أو البخاري في اول باب من ابواب كتابه يوم ذكر مساله النيه وان اللي داخل في بيئه فاسده عليهم عليهم هي. هذا شنو وضعه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي جيش يغزو الكعبه. فاذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم واخرهم. الله. عائشه تسأل يا رسول الله فيهم السوقه فيهم ناس ترى ما ما لهم علاقه ما لهم علاقه يعني فعلا ما لهم علاقه. قال يبعثون على نياتهم. الله. وهنا الخطوره انت شنو نيتك؟ في ناس <applause> الله يعافينا. يقول لو وده عندي فلوس أسير فلان اللي يسرق او اللي يفسد فيحاسب بنيته صح يا اخي انت فقير وتاخذ اثم هي ناقصه عليك صح يا اخي اصلا ما جاك شيء يا اخي طيب طيبه صح يقول يا الله اذا جات فلوس أسير انفق واسوي و صح ليش تخرب يعني ميزان حسنات ببلاش؟ نعم هذا مساله مهمه جدا آه نعم جميل جدا آه شيخنا نبي نرد على اساس الحوار الربح نرجع مرة ثانيه للربا إلى اليوم اعطيت مقدمه على المال حرمه المال مقاصد الشريعه للمال بدخل وياك بشكل جزئي الى الربة ما هي مقاصد الشريعه في الربا ليش الربا يعني وهذا بك سؤال يمكن بعض طلبه العلم يتكلمون يقول ليش الايات الكريمه جاءت باسلوب شديد على الربا يعني اليوم مثلا الزنا عفانا الله وياكم عقوق الوالدين ترك الصلاة هي كلها كبائر والفطرة تدعون تنبذة يعني تنبذة آه. وكلها كبائر ما نختلف فيه. لكن إيش معنى الربا جاءت بأسلوب شديد وشنيع يا سلام إمام مالك له كلمة جميلة يقول فيها إني تصفحت كتاب الله وسنة رسول الله مصر. فلم أرى شيئا أشر من الربا الله ما شفت شيء أشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب طيب ليش؟ لان بالنسبه لنا وهذه الاشكاليه الكبيره ما نشوف الا الشيء الدقيق ما نشوف الصوره الكليه وهذه مساله مهمه جدا نعم ان انا محدود النظره لكن لو انظر بنظره شامله راح تغير امور لذلك اللي خلقنا سبحانه علم ان هذا الربا يصل مرحله الى ان يدمر بيوت يشتت اسر القصص في الروايات او يعني القصص مو البعيده يعني نتكلم على 150 سنه وكذا تباع يباع ابناء وبنات عشان يسددون ديون لا حول شوف شو انه وصلنا مرحله مصيبه وديون بربا شوف شو المساله فوائد مركبه فوائد مركبه متراكبه اي نعم فهو استعباد والاسلام يدعو الحريه وهذه هذه رساله مهمه جدا في ان الاسلام يعتق الانسان من عبوديه الشيطان من عبوديه المال من عبوديه اصحاب المال الجشعين اللي هم المرابين اللي هم الديون لذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شنو كان يتعوذ من الدعاء المسنون ما يخفى عليك شيخ واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اليوم اللي اللي اللي, اللي رقبت يعني تحت رجل صح التسميه واسف على هذا الوصف شخص دائن ترى الدين في ذل صحيح. وبالتالي غلبة قهر الرجال كبير صحيح. وارتباط قهر الرجال بالدين وهذا أمر حقيقة جداً جداً خطير صحيح. صحيح. في هذا الجانب. لذلك لما تشنع لما تكلم الإسلام عن المسكين هذا مديون وحالته تعبانة وتزيد عليه اذا يعني أنت ما عندك ضمير م. هذا يعني ليش تقول أضعافه مضاعفة لأن هذا وأنا أذكر قصص يعني من بعض الإخوة اللي ابتلاهم الله وأخذوا قرض. فيقول انا صار لي 15 سنه اسدد ما وصلت اصل الدين الله الله اكبر قاعد افكر بين 15 سنه قال والله 15 سنه يعني 15 سنه وغلطتي كنت صغير تو متوظف فرحت مع البنك ورحت اقصى هذا القرض البالوني بالمسمى هذا إيه هذا قبل كان نعم فيقول فيقول 15 سنه الى الان ما وصلت اصل الدين لا حول يعني يكرف ودور يدور و... 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 دوام ثاني, ثاني فقط ليسدد هذا الدين الفوائد تونا ما وصلنا الى الدين الى راس المال يعني بالله عليك لما لما تفكر فيها ليش اقول لك يعني مره ابو عبد الله انتم ليش او الاسلام ليش شنع على الربا بشكل لانه موت بطيء يعني قتل صح قتل حياه صح الشيء الثاني يأصل الفقير ويزيد الغنى ثراء نعم فتجد يعني اهلاك الفقراء خصوصا فيما يسمى بالتكييش إيه ان إيه انا ادفع لك وترد لي الدين واكيد راح تتاخر طبعا وراح تماطل وعارف ان الوضع احنا وأصلاً انت يعني ما تقدر تسدد ويمكن ارهن وبالتالي الزمك بالفوائد إيه فانت لو برجع قريب لو انت عندك اخلاقيات وتهدد انه ما راح تسدد ليش تسدد ليش تدينه اذا انت واضح انك مجرم صح أنا فهمت قصدي صح تكرم دكتور بس لا لا على. إيه. اللي يقرض ويدري ان هذا ما يسدد اذا هذا مجرم ما عنده قلب ولا عنده رحمه ومستعد لاجراءات ما ما بعد عدم السداد للعبوديه وهذا اللي قاعد شفناه في بعض الدول اللي اقرضت قروض 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 الى ان بقيت رهينه للبنوك الدوليه لسنوات طويله وهي قادره تسدد الدين. وهي وهي شغاله في جميل جدا كذلك أه انا ودي اكمل إيه. هذه النقطه يا دكتور أه بس خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع معاك لان عندنا محور حقيقه ودي يعني اثيره معاك فيما يتعلق في الربا. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم في برنامج اثمان فابقوا معنا. حياكم الله اعزائي المشاهدين عدنا اليكم من جديد حول تاملات في ايات الربا. شيخ احنا قبل فاصل كنا نتكلم عن اضرار الربح وتكلمنا عن كيف انها تؤدي الى زياده الديون أعطتنا مثال شخص يعني قاعد يسدد بالفوائد ما وصل له اصل الدين او راس المال. شنو هي الاثار الاخرى اللي تؤدي الى بالمرابي الى ان يقع في وحل الذنوب والاضرار في الدنيا والاخره. <applause> وهذا اللي قاعد نقول الان في ليش الاسلام حرم الربا يعني لما اقول لك يشيء الخوف لان صار الشخص غير امن على رزقه نعم راح يحجز بيتي سياراتي الى اخره يعني الربا يجعل الانسان مهدد في حياته والاسلام يدعو الى الامن وإلى الاستقرار هذه مرة ثانية بنقول لأبو لي الله ليش جاء النهي عربة بالصورة هذه لأن هذه نتائجها الوخيمة المؤلم يشيل الخوف ينشر الجريمة وتذكر في بعض الجرائم عافانا الله وإياكم يعني مجموعة من العمالة من جنسية معينة اجتمعوا وقتلوا واحد فقط لمشكلة الديون مشكلة أن هذا كان يرابي ويطلب وي وما سددوه فقال لهم تخلص منه لأنه شوف ما يخفى عليك شيخ القرض الاصل في الاسلام انه عقد رفق وايضا من بعض الفقهاء من اعتبره من عقود التبرعات لذلك في حديث انا ما ادري عن صحتها لكن يعمل في بعض الفقهاء من اقرض قرضين كان كصدقه فاليوم هذا جزء من التبرع انا اعطيك مثلا ألف دينار ترد لي ألف انا ما استفدت شيء ممكن تقعد لي مثلا ثلاث سنوات فلما تطالب بالفوائد انا قاعد اسوي بين قوسين بزنس معك يا سلام أنا استفيد فانا مو مو معطيك لوجه لو الله فهني انا وقعت في الربا وخالفت مقصد الاسلام يا في القروض وازيده بكلمه احسن دكتور كلمه عيسى عبدو هذا من طبعا عيسى عبدو عشان ما يمكن بعض الاخوه عيسى عبدو من احد كبار رواد العمل المصرف الاسلامي احسن دكتور عيسى عبدو رحمه الله عليه كتاب مرجع في هذا المقام نعم. يقول اكل الربا متسول الله صراحه عجيب صراحه وبليغ جميله جدا يقول متسول فاقد للكرامه وهو كل على المجتمع ما قاعد ينتج بالحقيقه ما في انتاجيه ما في انتاجيه هو بس قاعد على المساكين يكيش إيه و... إيه وياخذ فلوس وزياده يسمونها بالاقتصاد زياده في القطاع المالي ما في زياده في القطاع الحقيقي ما, ما القطاع في الع... أحسن ما في لا لا خدمات لا لا ابدا صح. صحيح سبحان الله وصف يعني جدا بليغ وعجبني كان صراحه يقول اكل الربا متسول فاقد للكرامه وهو كل على المجتمع. الله يعني عالي على المجتمع عالي على المجتمع. فلذلك يعني في اشكاليه كبيره في اذا عرفنا الامور هذه عرفنا ليش الاسلام جعل الربا من اكبر الكبائر. الله بل انه النبي صلى وسلم في الحديث يوم قال اذا فشى او ظهر الزنا والربا. م. طيب الزنا عرفنا يدمر المنظومه الاخلاقيه والانساب والانساب ده. واليوم في التعداد السكاني صح الان اليابان مثلا بعدد بسبب عدم الزواج وعدم والاكتفاء بالعلاقات الغير الشرعيه صار عندهم نقص في المواليد الله. فانت دمرت الحضاره الحضاره نعم يعني انت اذا عندي اي مجتمع عشان يبقى لازم يكون نسبه المواليد اكثر من وفيات صح اليوم وصلنا مثلا بعض المجتمعات مثل اليابان ذكرنا ان صار وفيات اكثر من مغلي مشكله والالمانيا على على الخط الشاهد انه طيب شنو السبب؟ السبب انه ظهر الزنا والربا هذا اللي زين انا بسالك بس سؤال, بس سؤال شيخ سؤال بسيط وامثل فيه انا عقليه الانسان البسيط اللي بيتحاور معك انا الحين مثلا تسلفت منك ألف دينار زين هذه ال دينار شو المشكله اذا رديت 1100 بالنهايه هذه مده زمنيه بامكانك ال 100 دينار او بامكانك مثلا السنه خلينا نفترض انها لمده سنه انت تشغلها وتستفيد منها وبالنهايه في الاقتصاد وهذه من اساسيات الاقتصاد ان الزمن لا قيمه فكلما زادت مده الزمن زادت القيمه انتم معليش هالكلمه هذه يعني ليش معقدينها؟ زين انا باخذ قبعه الطرف الاخر لان اللي متبنى اللي لا لا لان هذا هذا موجود يمكن ايه انا وياك نشوفها. ايه ايه ترى بالدواوين في بعض الاماكن، الناس تطرح بهالاسلوب البسيط. هذه نظريه راسماليه. وهذه نظريه راسماليه. اه اجلك الله بنفس هذا التبرير من قالوا بالزنا. نعم. يا اخي انا شو المشكله هذه تزني وتاخذ فلوس، ليش انتم زعلانين؟ صح. فالاشكال في أن لا هذا دمرت مجتمع. فهذا الزواج استحلتها بكلمة الله وهنا في الزنا استحلتها بكلمة الشيطان وطبعاً هذا مثال بسيط نعم. بقلب ايه؟ الشيء الثاني البقاء له كلام جميل في هذا المقام يقول الربا ظاهره زيادة وحقيقته شر ونقص الله يعني أنت الآن لما أخذت قلت لي ألف و ألف المية المية هذا شو مقابلها صح لا مقابلها ما نقد ما لا نقد أو سلعة ما هي لا نقد ولا سلعة م. طيب أجل أجل حقيقة انت اخذت زيادة باطلة. نعم. مو مو بحقها. الشيء الثاني المصيبة الاكبر اني ما سددت شو تسوي؟ تاخذ زيادة. كل هذه الاموال اللي تاخذها زيادة في غير مقابل. وهذا الجميل لما ذكر العلماء ان الله ذكر ايات الانفاق بعدها ايات الربا ليبين ان الانفاق هو انك انفقت ما في عوض. صح. لكن ترجو من الله. الربا أخذت فلوس بدون عمل يعني ما في شيء مقابلها، صح فكان شر، فلذلك العلماء قالوا ذكروا أفضل فضيلة الإنفاق وأقبح وأشنع فعل وجريمة هو الربا، الله. شوف المستوى، لأن الربا ما في شيء مقابل أنت زدت المية ليش ما هو مقابل يعني ألف رده لي ألف ليش ارد ذلك 1100؟ شوف انا في من التبريرات اللي ذكرها احد المختصين في الاقتصاد الاسلامي قال ان اساس خلق الله عز وجل للنقود انها وحدات قياس. نفس عندنا والله مثلا شلون تقيس الاطوال بالمتر تقيس الاوزان بالكيلو مثلا كيلو جرام كذا. زين هذه وحدات قياس ليست سلعه أحسن. لذلك في بعض الامور في بعض المفاهيم اللي يطرحونها مختصين في الاقتصاد الاسلامي يسمونها تسليع النقود. أحسن. فاليوم انا مثلا اعطيك متر ترد لي متر ونص يعني صار في ظلم. اعطيتك مثلا والله كيلو رديت لك كيلو وين في ظلم بغض النظر بغض النظر عن الزياده يعني ناخذها بابسط مفهوم فبالتالي النقود اساس خلق الله عز وجل للنقود انها وحدات قياس حتى تعرف الاقتصاد كلام غير قياس وبالتالي تسليع النقود يخالف فطره خلق الله عز وجل لها ويخالف المقصد العام من هذا يعني الواقع انها جاءت لشيء معين فاذا استخدمت لشيء... لماذا قيل قال صلى الله عليه وسلم كل محتكر خاطر الله الاحتكار الاحتكار مم. فانت تتكلم على انه واضح أن فيه شيء يخالف المسار العام اللي يعني الله صح ترى في في مسار عام صح استكت. فلسفه فلسفه رائعه جدا آه والتصريح المشهور لبابا الفاتيكان في 2008 لما سقطت كثير من البنوك في الازمه الماليه العالميه, العالمية وقال حريم بنا ان ندرس التجربه الاسلاميه الله لما قالها ما قالها من عبث صحيح لان التجربه الاسلاميه الاقتصاد الاسلامي قائمه على محاربه الربا صح. اختصار اساس المشكله صح. هي زياده الدين زياده الدين وتعاظم الديون وان الدين العام وصل الى مبالغ كبيره هذا الكلام وهذا مشكله يعني انا دكتور يعني وصلت معاك مشكله الحديث معك ممتع يعني لكن مشكله وصلنا الى ختام الحلقه كل الشكر لك وان شاء الله يعني يكون معك لقاء اخر ونستكمل هذا الحوار الجميل فيما يتعلق في تأملات في آيات الربا اعزائي المشاهدين وصلنا معكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج اثمان نلقاكم ان شاء الله في حلقه اخرى ومزيد من الاثراء والحوار الى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته